الله الرحمن الرحيم. اولا انا اسف على التاخير، انا كنت مخنوق جامد، بس والله اللي نيجي في الوقت المنقول النهارده اعلان النتائج النهائيه لمسابقه الاوائل. كل المسابقات خلاص الامر الجامعي ياخدوها ما عدا الصف الثاني منهم كمان بتهني حبايبي معايا كل انتاحوا المركز الثاني بسم الله ما شاء الله في البلاد بتاعتنا زي الفرحة بنجاح ويقول ونقول ناجحين على طول ونجحنا يطول دايما على طول يلا مفاجأة ال دايما على طول دايما على طول بسم الله ما شاء الله عليها يا علي دايما 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 صلاه يا حياتي
علينا للمجموعة اللي وقتها خلصنا سنة تالتة رابعة وانت في مرحلة الخصوصية الصعبة. خلاص الصف الخامس الصراحة بسم الله ما شاء الله عليهم ومعددهم كبير، فاللي يطلع الأول عليهم لازم يكون ذكي جدا، فنعتبر يعني بالورقة والقلم بدون مجاملات هو أذكى واحد في الصف الخامس هو محمد أحمد قاسم. المركز الأول صف خامس محمد أحمد قاسم. المركز الثاني كنا نعتقد أنه هيحتل المركز الأول هو محمد عيد ربيع فرج. المركز الثالث طبعا نقوله ايه مثلا، نقوله فاتن حمامة بتاعت المجموعة والشطورة بتاعت المجموعة هي رنيم احمد سعيد. رنيم احمد سعيد التالت. الرابع طبعا هو شاطر ومش محتاج تعريف، هو محمد ابراهيم الفتى الذهبي. خلصنا كده سنة رابعة. دلوقتي سنة تانية ايه الناس مستنية سنة تانية. التانية الاقبال عليها عالي جدا عشان التانية كلهم شطار، منافسة بينهم نار. طلبة في سنة تانية ابتدائي يحلوا مسائل اقسم بالله سنة خمسة ما يعرف يحلها، وستة كمان ممكن لو جبت المسألة دي سنة ستة ما يعرف يحلها. سنة تانية ممتازين ممتازين. المفاجأة بقى، كل الناس كانت تعتقد ان سنة تانية الاول هو مش عايز اقول مين يعني، بس هو في واحد طبعا مهندس صغير الناس بتعتقد بيه هو، عشان دايما بسميه مهندس صغير المهندس الكبير. خلاص انا اخطأت، المهندس كبير مهندس كبير. اقعد جنبي مين، اقعد جنبي. اول مرة اشوف واحد لابس جاكيت على جاكيت ترينج، يعني حاجة غريبة جدا، لابس جاكيت على جاكيت ترينج وابوك لابس التيشيرت على بنطلون بيجامة، احنا مش عارفين قاعدين فين اهو. ماشي خلاص تعالى كده، خلاص ركز. مصطفى احمد اسماعيل المركز الاول في الدور ده، لسه النهائي الماتش يوم السبت، بس في الدور ده المفاجأة مصطفى احمد اسماعيل جاب 20 من 20 مقفل لا اخطاء. مين معاه؟ ياسين محمد حسن الدخيل. يا جماعه ورجاله الدخيل، لا ده مش الدخيل، ده ياسين محمد حسن مجموعه البطاش. صح مجموعه البطاش بسم الله ما شاء الله عليه 20 من 20. اللي وراه على طول المركز الثاني يعتبر، عشان دول الاثنين دول مركز اول، حمزه محمد منير القيصر، احنا مسمينه القيصر لما يجي يجاوب على السؤال نقول القيصر جه. وبعد كده بقى الهاديه بتاعت المجموعه، الاموره بتاعت المجموعه اللي ما حدش عارف ياخد مكانها في الفصل، تبص عليها كده تقول عليها كيوت لكن هي جباره، هي حاله حافظ، حاله حافظ. معاها في نفس المركز المهندس احمد حسام، والمهندس الثاني انس محمود فرج، كل ده تعادل. ومعاهم الاموره الدكتوره الصغيره هنا نادر، هنا نادر. كل دول يوم السبت لازم نطلع اربعه بس، مفيش فايده، مش هنسيبهم، لازم يذاكروا كويس جدا جدا جدا. ايوه ايوه ايوه. نيجي للصف السادس رياضيات، واحده جه ثلاث بس المدارس الحكومه بقى والجروب اللي صفى. خد المركز الاول احمد اسامه. احمد اسامه ده مشروع مهندس بسم الله ما شاء الله عليه. طبعا اخته قبل كده كانت يمنى اسامه كانت واخده مسابقه الاوائل دي من حوالي 10 سنين قبل كده. الثاني او اللي معاه هو في المركز الاول البير كرم، البير كرم سعد بسم الله ما شاء الله عليه ممتاز. المركز الثالث بنت صديقي واخي وحبيبي وكل حاجه يعني عشره عمر، عائشه جمال العروسي بنت مستر جمال العروسي مدرسه اللغه العربيه صديقي. بعد كده في المركز الرابع احمد بدر. احمد بدر حصل على المركز الرابع في مسابقه الاوائل، طبعا درجات جميلة وكل سنة وانتم طيبين وعقبال كل سنة، وألف مبروك للفايزين وهارد لك للخسرانين. وأنا طبعا يعني عايز أنهي الفيديو بسرعة عشان أشوف محمد بيعمل إيه جوه الشقة أو فين. فكل سنة وانتم طيبين، ولازم طبعا في ختام الجلسة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقوله حاجة صغيرة جدا بس بنوضحها. مسابقة الأوائل مش قصدنا بيها نعقد ابنك،
ان في ناس بتقول لك اسئله صعبه جدا، اسئله فوق مستوى عالي العيل، اسئله مش ممكن عيل في سنه تانية يحلها، مش ممكن عيل في مساله سنه تالتة يحلها. احنا بنطلع الاذكياء. المسابقه دي احنا ممكن نديهم امتحان سهل كله يجيب 20 ماشي، لكن ازاي نفرزهم هم كلهم في الادوار ان هي بقى شاطرين، يعني 10 قاعدين جبابره. لازم الامتحان يكون يعني لو شفت امتحان الرياضه بتاع سنه سته ما فيهوش واحده سهله، واحده سهله يعني مساله بس من سنه رابعه، مساله من سنه سته. هي المساله بتقول قياس زاويه س بتساوي 2، قياس زاويه ص بتساوي قياس زاويه ع، اوجد الثلاث زوايا. دي مساله خفيفه خالص اهي، شوف المساله عامله ازاي. مساله تانية، ضعف طول محمد يساوي 3 امثال طول هاني وكان مجموع طولهم 200، اوجد طول محمد وهاني. كلام صعب، مسائل جميله وطلبه ممتازين جدا جدا جدا. والف مبروك للفايزين، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ندى، ايه اخبار الامتحان؟ سهل ولا ايه؟ متوقع انك تكسبي في مسابقه الاوائل 2023؟ عندك كم سنه ندى؟ 12. جنات، ايه الاخبار المسابقه؟ عندك اخطاء؟ مثلا المره اللي فاتت ست يا معتز اندراوس، ايه الاخبار؟ عندك كم سنه دلوقتي؟ 12. ايه الوان سنه بكره؟ النهارده كام في الشهر؟ 12/1/2023، 2003 مش هنتفرج عليه بعد كده ونفتكر. ملك، ايه هو المسابقه اللي جايه؟ سهله ولا صعبه؟ متوقع انك تكسبي؟ ان شاء الله. ياسين، ايه اخبار المسابقه؟ متوقع انك تكسب؟ ان شاء الله. قول لي اسمك ثلاثي. ياسين ايهاب محمد. سما، ايه اخبار الامتحان يا سما؟ سهل؟ متوقع انك تكسبي؟ خلصت لسه؟ طب يلا نلتقي بيكم بعد الدرجات ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. 8/1/2023، مسابقه الاول الصف الرابع. الصف نبدا بزياد سالم عشان زياد سالم هو اللي خش. ايه رايك يا زياد سالم في الامتحان؟ صعب، صعب كتير، في حاجات هي موقفه؟ لا صعب ولا سهل، يعني احنا هناخد اعلى اربعه، اعلى اربعه، وانتوا كنتوا متاهلين ياما، كنتوا متاهلين 11، فايه رايك؟ متوقع تطلع من الاوائل في الاربعه الاوائل؟ تاخد 50 ولا 10؟ طيب ان شاء الله خير. لوجي، ايه رايك يا لوجي؟ امتحان سهل ولا صعب؟ اسمك ايه الثلاثي؟ زي محمد ايه؟ بدر، ايه رايك في الامتحان؟ ممكن تطلع الاول على سنه رابعه كلها؟ وانت نمره واحد؟ يا مسعود يا رب. ها بس سجل، قول يا سجل. صعب ايه؟ شويه بكتير، شويه بس. يعني ايه رايك تجيبي هو الامتحان من 20 تجيبي كام؟ 18 ده يبقى 100 100. لو 18 يبقى انت هتزق الناس كلها. اللي هيجيب 18 ده يبقى اسهل. مريوم، ها اسمك مريم، ايه رايك في الامتحان؟ صعب. انا هتطلع من الاربعه ولا ايه الظروف؟ هتجيب ال 50؟ يا مريم بترسم على طول. هنا يا ريتني كنت انا، يلا يا هنا يا ريتني كنت انا. ايه الاخبار؟ صح؟ يعني ممكن تطلع الاولى على سنة رابعة كلها؟ واو، اللي يطلع الأول نطلقه على اسم عشان بعد كده نديه باللقب بتاعه، باللقب. إيه رأيكم؟ هدور له على اسم حلو ونختاره، ولو بنوتة هنختار لها اسم، ولو ولد نختار له اسم عشان بعد كده كل المجموعات تبقى عارفة إن هو ده الإيه؟ صاحب اللقب. ها؟ يارا، إيه رأيك يارا في الامتحان؟ آخر سؤال بس اللي صعب، آخر سؤال ده أنا حاطه هنا وحاطه في سنة خمسة. سنة خمسة اللي قبل منكم كانوا بيمتحنوا، واحد بس اللي جابه في خمسة. يعني السؤال جامد، السؤال أما نشوفه مين هيجيب. خلاص أنا بتقول سهل جدا ونروح لعلى. يعني امتحان سهل؟ اسمك إيه ثلاثي؟ يارا علي سعد. يعني متوقع تطلع من الأربعة الأوائل؟ أوه ماشي، هنشوف. هذا اللي بتقول لك السؤال سهل، هنا نادي. إيه رأيك إحنا نيجي في الامتحان؟ كله؟
سؤال واحد بس صح؟ انت هجيب 19؟ يا رب تجيب 19. لا جيب 19 بيتهيألي يعني هيبقى اكيد اكيد يا اول يا تاني. يا اول ايه؟ لان اللي هجيبها السين ده يبقى جبار يعني. يبقى جامد. ماشي. مهرائيل. والنهارده عيدهم، النهارده ولا امبارح؟ امبارح. كل سنه وانت طيبة. عيد سعيد. ايه الاخبار الامتحان؟ يعني ايه رايك؟ هتعيدي وتهيصي ولا ماما هتمسكك تفرمي؟ ان شاء الله تعيدي تبقي جميله، هنشوف عامه النتيجه بالليل. رقيه، ايه رايك يا رقيه؟ هو سهل بس بدك ايه السؤال؟ سؤال واحد يا جماعه، مش معقوله يا جماعه. انا حاطط اربع تكات بس هم سهلين عشان عشان الناس تجيب 16. سهلين. طب سهلين اما اشوف انا. واخر سؤال بس. انا اتمنى ذلك، اتمنى ذلك. يلا بينا. احنا كده كل اللي في المسابقه اتصور صح؟ اه. في حد ما اتصورش؟ يلا كله اتصور صح؟ اه. ايوه كلكم اتصورتوا، كل اللي في المسابقه. اللي في المسابقه متاهل اتصور صح؟ اه. يلا كل سنه وانتم طيبين واشوفكم ان شاء الله بالليل في النتيجه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده 8/1/2023. ايه رايك يا سيدي في المسابقه؟ وحشه. وحشه؟ انت صعب؟ جد. في كم واحده صعبه؟ خمسة. يعني انت كده مش هتطلع الاول؟ لا اصلا انت الثاني. انت كويس يعني، انت ممكن تطلع الاول ولا الثاني؟ الرابع. الرابع هتاخد 5 جنيه بس؟ بتسيب ال 50؟ لا هتاخد 50. يا الرابع يا الاول. يا الرابع يا الاول. اقعد يا ساره. طيب المتسابق الثاني مريم خالد، ايه رايك في الامتحان؟ سهل وصعب. سهل وصعب يعني توقعت على الاولى؟ تاخد 50 جنيه؟ متأكدة؟ طيب على فكرة مريم شطورة بقى. مريم ايه؟ قولي لي استاذي. السؤال. لا اسمك الثلاثي. مريم خالد احمد مصطفى. كل ده ثلاثي؟ ماشي. سارة. ايه رأيك يا سارة في الامتحان؟ سهل. سهل ولا صعب؟ سهل. هي واحدة بس اللي صعبة. واحدة بس اللي صعبة؟ اه. يعني شكلك هتطلع الأولى؟ اه. 50 جنيه؟ اه. يا مساحل، أما نشوف بقى نلتقي بعد الإيه؟ بعد التصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدور النهائي في الصف الخامس. في الصف الخامس محمد عيد. ايه رايك يا محمد عيد؟ اه طب خلي بالك انا متوقع تطلع الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ متوقع الاول او الثاني. ان شاء الله خير. يعني هتاخد 50 جنيه ولا 100 ولا اكتفي بال 5 جنيه؟ ان شاء الله 100. ان شاء الله. ماشي يا محمد عيد. اسمك ايه ثلاثي؟ محمد عيد ربيع. احنا في سنه كام دلوقتي؟ 2013. ان شاء الله في الاوائل. بتتفرج على الفيديو ده وانت في كليه الهندسه. نور، فاكر الاغنيه اللي كنت بغنيها لك؟ رسمت نور، رسمت شمسا تضحك فوق الدور. ايه رايك في الامتحان؟ كويس. واحد بس كده تبقى شطوره، يبقى انت كده هتطلع الاولى. ركز لي بقى. محمد قاسم. اسمك رباعي. محمد احمد محمود قاسم. الدور الاول انت طلعت الاول. الدور ده بقى اللي فينش، اللي فيه فلوس، اللي فيه الجايزه، اللي فيه المركز الاول. متوقع ايه؟ ان شاء الله اطلع الاول او الثاني. في كام واحد واقف معاك؟ واحد بس. قعدوا ولا ما هو واقف؟ قعدوا يعني ايه؟ يعني قعدوا مش هو واقف؟ اه قعدوا. السؤال اللي واقف قعدوا. محمد ابراهيم. ايه رايك يا محمد ابراهيم؟ يعني صعب وسهل. صعب وسهل. ما هو ده عشان النهايه ده في الورقه دي ثلاث تكات. ثلاث تفلت منهم تبقى الاول، تفلت منهم تبقى الايه؟ الحاجة. اسمك ايه رباعي؟ محمد ابراهيم طه. محمد ابراهيم طه. متفائل تطلع كام؟ الرابع. طب حلو، لو طلع الرابع يبقى جميل. يلا سلام، نلتقي بالليل في النتيجه. بسم الله الرحمن الرحيم. مسابقه الاول الدور الثاني. اشطر ثمانيه موجودين معانا. اسمك ايه؟ ياسين. ايه رايك يا سيدي في الامتحان؟ سهل؟ متوقع انك تطلع الاول؟ الاول على خمسات كلها؟ تاخد 100 جنيه؟ ان شاء الله. ابراهيم ايه رايك في المسابقه؟ حلوه؟ جواها حلو، جو المنافسه حلو؟ ايه رايك تطلع الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ الثاني الاول؟ ان شاء الله الاول. حسن اللون، ايه الاخبار اللون؟ متوقع تعمل ايه؟ ان شاء الله. ماشي حسن متوقع يطلع في الاول. ها اندرو ايه رايك في المسابقه اندرو؟ سهلة؟ بص متوقع في الاول ولا ايه؟
بصراحه اتوقع نص نص. كان في حاجات صعبه المره دي، خلي بالك ان شاء الله تطلع الاول. البير طبعا كان عندهم عيد امبارح فاعتبروا له اجازه عشان كل واصل كل سنه هو طيب. والنهارده جبناه كنا الامتحان النهارده. ايه الاخبار؟ لا الامتحان حلو. اتوقع انت تطلع الاول. يعني من ثلاثه الاول ان شاء الله. ان شاء الله ماشي. يلا بينا نلتقي بعد الدرجات. بسم الله الرحمن الرحيم. هنصوركم بقى عشان تزوركم النهارده. هي رنين تتوقع مين اللي هيوصل النهارده؟ ده الدور قبل النهائي يا جماعه. احنا في سنه 2023 في شهر واحد. ورنيم عندك كام سنه دلوقتي؟ رنيم عندك 11 سنه عشان تتفرج على الفيديو ده لما تكبري. رنيم وصلت ضمن اشطر 8 في سنه 5. توقعت توصلي ولا ايه؟ مش ازاي. طب الامتحان سهل ولا صعب؟ نص نص. في كام واحده صعب؟ لا هم اربعه. اربعه عشان الناس كلها تجيب 16 ما عدا الشاطر يتميز شويه. ها محمد كرم الوافد الجديد لينا والممتاز. ها توقع ايه؟ ان شاء الله تفوز. ها تبقى في الاجواء ضمن الاربعه اللي هياخدوا جوائز. هتاخد ال 100 ولا ال 50 ولا ال 20 ولا ال 50؟ يبقى جميل. 100 100. يوسف جو عندك كم سنه؟ جو اسمك يوسف ايه؟ تتوقع ايه يوسف؟ ممكن تكسب ان شاء الله. والله انت فاكس ان شاء الله تفوز. ودي ودي القمر. ايه الاخبار الوحيده ودي الاهل في مجموعه ودي القمر؟ هما المجموعة دي بقت مميزة اليومين دول، إيه رأيك؟ حلو الامتحان، أنا شايف اتنين بس أنت ما حطهمش. نصيحة ما تسيبهمش فاضيين. يعني فكر واكتب. فكر وإيه؟ اسمك إيه الثلاثي؟ وداي محمد أحمد. طيب، مبسوط من جو المسابقة؟ حلوة المنافسة؟ طيب، يلا بينا نلتقي إن شاء الله يا جماعة بعد النتيجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهائي النهاردة الصف الرابع الصف الخامس رياضيات اروى. ايه رايك في الامتحان؟ شكلك مين اللي هيكسب النهارده؟ تعتقد انك تاخد المركز الاول تاخد 50 جنيه؟ لارك ايه رايك في الامتحان؟ يعني ايه رايك؟ مين اللي هياخد المركز الاول؟ في احتمال مين ياخد المركز الاول؟ الله سلمى ايه رايك يا سلمى؟ نور ايه رايك يا نور؟ مش ايه؟ مش هيجيبك ازاي؟ مش هتتأهل يعني؟ نور ايه رايك يا نور؟ حلو. مين اللي هياخد الجايزة؟ توقعي مين؟ ربنا هو اللي نلتقي بعد التصحيح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مسابقة الأوائل 2023 الصف الثاني الابتدائي جريد 2 جريد. نبدأ بروبي. اسمك يا جميل. ودينا ايه؟ ايه رايك في الامتحان؟ سهل جدا. سهل يعني؟ نلعب في النهائي؟ لازم نشوف جوانير حسين. زائد ده انا بنسحب جوانير حسين. حلو؟ حسيت انها هتكملي ولا مش هتكملي؟ ان شاء الله. مصطفى ايه؟ مصطفى احمد كده في الامتحان. سهل؟ هتكمل؟ ان شاء الله. محمد رمضان. محمد ايه؟ ايه اخبار؟ هل سهل ولا صعب؟ يعني هتكمل؟ ابو يلا بينا. انا مش عايز اقعد ولا يقوم يقعد. ايه رايك في الامتحان؟ مخلص من خمس دقايق ولا انا بخلصها بسرعه؟ كل الوقت اللي بتضيعه في ده بس انت تكتب. انت انا مش مستفيد. انت اسمك انس ايه؟ انس الخليل. هلا يا ريتني كنت انا. هلا ايه؟ ها؟ هلا نادر ايه رايك في الامتحان؟ صح؟ ما هو لو هتكملي؟ انا اسف يا جميل. ما تخلصوش كله. المهندس بتاع احمد حسام ايه الاخبار؟ هتكمل ولا مش هتكمل؟ حمزه القيصر بتاع المجموعه ايه رايك حمزه في الامتحان؟ سهل ولا صعب؟ هتكمل؟ تلعب في النهائي؟ ما نشوف الناس اللي في النهائي ولا لا؟ نروح لمين؟ ده انا كتمرتي من المجموعه
ايه رايك يا سيف في الامتحان؟ حوالي بنيت رمه كمل كسر الغرفه 8 ان شاء الله. سيف طول النهار عمال يتكلم، ايه الاخبار؟ كمل في الامتحان ومشيت كمل. لعبه جميله يلا يا صحيح، ايه الاخبار الامتحان؟ هتكملوا ولا الدنيا صعبه؟ والله يا ابو سحر زماننا كلكم تكملوا اسهل امتحان. يلا بينا سلام، نلتقي بعد الايه؟ بعد النتيجه.